وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليلة. مرحبا بك سيد سمير، كيف تبدو الأوضاع الاقتصادية الحالية من حيث الإيرادات والنفقات العامة؟ صعبة جدا بدون شك، وصعبة ليس فقط لأسباب سياسية. نحن نعلم منذ البداية أن هذه الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت منذ قبل الحرب عمليا كانت توجه ضغوط متصاعدة ضد المقاصة الفلسطينية، ضد الإيرادات للسلطة، وغير مقتنعة حتى بمفهوم السلام الاقتصادي القديم اللي كان ينحكى عنه. هي غير معنية بأي وضع اقتصادي معقول في الضفة الغربية أو حتى بأداء معقول للسلطة الوطنية. احنا الآن نواجه أزمة من طرفين. بدي أذكر العام الماضي حوالي 442 مليون دولار اللي أجوا من مساعدات دولية معظمها من أشقائنا العرب، هذا العام صفر، يعني وصلنا أو مفروض يوصل حوالي 55 مليون دولار من الجزائر وعدنا فيها قبل فترة، ولكن حتى الآن لا يوجد هناك التزامات عربية لشبكة أمان للسلطة الفلسطينية وللحكومة الفلسطينية الحالية. أما من حيث إسرائيل فطبعا ليس فقط موضوع خصم من المقاصة كل الرواتب اللي كانت تدفع لموظفي السلطة في قطاع غزة والمتقاعدين منهم، تم عمليا خصمها، إضافة للخصم اللي بيتم على أسر الشهداء والأسرى. فعمليا احنا بنحكي عن فتات يتبقى من المقاصة الفلسطينية، وحتى ذلك لم يتم تحويله في هذا الشهر. نحن نواجه سيد ضغط سمير، إذا ما كبير استمر جزء منه الأوضاع إسرائيلي. نعم الاقتصادية وتردي النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، برأيك ما هي الحلول التي يمكنها للسلطة الفلسطينية اتخاذها؟ الحلول، احنا الآن أي حلول بنقترحها هي عمليا تحتاج لفترة على الأقل 6 أشهر حتى تجيب نتائج، يعني سواء خطة للإنعاش الاقتصادي أو غيره، أي شيء بيتعلق بتسجيل الأراضي، بتسهيل السيولة والكاش اللي موجود بالسوق، خاصة إنه حتى الآن لم يدخل من العمال الفلسطينيين لإسرائيل أكثر من عدد محدود عمليا الأسبوع الماضي. فإحنا عمليا بنواجه أزمة إنه ما في عمال بيجيبوا دخل في إسرائيل، ما في تراجع في الأداء الاقتصادي نفسه حوالي 40%، ال 50% من الرواتب تصرف فقط في السوق الفلسطيني. هذا بيعني انه فيش سيوله تماما، وهذا حيأثر بشكل كبير على حاله ركود غير مسبوقه في الاقتصاد الفلسطيني. الان الحل في المرحله المباشره عندنا عمليا القمه العربيه في البحرين بعد ايام، ويجب ان يكون هناك شبكه امان عربيه. عندنا ايضا قمه اخرى في الاي اتش ال سي في بروكسل مع الدول المانحه، يجب مصارحتهم في موضوع المقاصة والإجراءات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، وخلالها لازم يكون في إجراءات إصلاحية واسعة وكبيرة من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. شكرا لك سيد سمير حليلة الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، كنت معنا من رام الله.